كده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، والفقرة دي هنهديها لكل الناس اللي بتتخاف وتترعب وتبقى مش عارفة تتصرف ازاي لو لقت كلبة أو قطة معدية قدامهم في الشارع وهم ماشيين بالعربية. بصوا أنا مش هتكلم كتير، تعالى نشوف أول فيديو معانا ونرجع نتكلم. แล้วยังไม่ขยับมาอีกอ่ะบอกตั้งนานแล้วนั่นเออมันบ้าหรือเปล่านะالفيديو ده كان في تايلاند، والفيل ده تقريبا كبرت في دماغه انه هيعدي كده من فوق العربيه، ما تعرفش ليه، مع انه كان ممكن يلف من حواليها عادي جدا ويروح للشجره اللي عايز ياكل منها الورق بتاعها يعني، بس يعني ايه هو كبرت في دماغه كده. طيب تعالوا نروح نشوف تاني فيديو ونرجع نكمل معاكم كلام. ايه رايكم هتعمل ايه بقى لو كنت مكان الراجل ده؟ يعني كان ماشي في ولايه فلوريدا في امريكا ولقى التمساح قدامه ماشي على الطريق كده بيتمشى ولا كانه ماشي في صالون بيتهم يعني. يعني بصراحه مواقف غريبه جدا، الفيل والتمساح. يعني اعتقد ان انت لما تشوف قطه ولا كلب بقى في الشارع اكيد مش هيفرق معاك حاجه خالص بكده.